طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين بالتعاون مع المركز القومي للبحوث. وشرفنا اليوم انه في اللقاء بتاعنا رقم 6 عن دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان يكون معانا الدكتور بدر الدين احمد حسين حسن، وهو مدير هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الزلازل بالمركز القومي للبحوث. دكتور بدر الدين عنده دكتوراه في الجيولوجيا، تركيب جيولوجية أكاديمية السودان للعلوم والتكنولوجيا، وعنده ماجستير في الجيولوجيا جيوفيزياء من أكاديمية السودان للعلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس جيولوجيا المياه من كلية النفط والمعادن جامعة الليلية. فعنده الدكتور بدر الدين عنده العديد من المنشورات العلمية في الجيولوجيا. شرفني جدا انه نستضيفك اليوم في السيمينار السادس دكتور بدر الدين، تفضل. دكتور؟ دكتور بدر الدين تفضل. ايوه كده، تفضل، الصوت واضح. الصوت تاني عمل ميوت، اعمل لها ميوت مره واحده بس. الصوت ما واضح، الصوت ما واضح. ايوه كده، ميوت، ام ميوتد. كامل الصوت، الصوت كده واضح. نعم ايوه نعم، عندنا المشكله في الجهاز. تمام، اسي الصوت واضح. طوال تفضل. تمام اوكي، ظاهر معاكم البروبوينت؟ نعم. لسه ما ظهر باوربوينت، يا ريت تعمل لي شير. نعم كده واضح. شكرا يا دكتور انور، الله يديك العافية، تفضل. جزاك الله الف خير. يبدو من البدايه مواجهنا مشاكل تقنيه، ولكن ان شاء الله كل زي ما قال بتسهل ان شاء الله. ان شاء الله تسهل، تفضل. هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الزلازل اللي هي الريموت سينسينج اند سيزمولوجي اوثورتي، وهيئة قبل ما نخش في التفاصيل ندي فكرة بسيطة عن الهيئة، وبعد ذاك نخش في التفاصيل إن شاء الله. الهيئة قبل طبعا هو من المعروف أن العالم كلها خشت في نظام التكنولوجيا، والعالم كلها متطور يوميا، فاحنا ما بعيدين من العالم، فلازم نحذو حذوهم وذاك نمشي نتطور. فجاءت الفكره في سنه 1977 بانشاء مركز تدريب يعني بتطبيقات الاستشعار عن بعد بالسودان، فكان فكره رائعه. فاصدر السيد رئيس الوزراء آنذاك في بتاريخ 26/2/1977 إنشاء مركز تدريب، وكلفوا به المجلس القومي للبحوث. المجلس القومي للبحوث أصلاً كان تابع لمجلس الوزراء، فبدأ بتكوين جسم خاص بالاستشارة عن بعد تابع للمركز للمجلس القومي للبحوث.
في عام 1900 في عام 1995 ايضا انشئت وحده بتاعت ابحاث زلازل داخل المركز القومي. الصوت واضح معاك انور؟ واضح واضح. كويس تمام. في عام 1997 تم تحويل المجلس القومي للبحوث الى المركز القومي للبحوث. فبالتالي اوتوماتيكلي تم تحويل هيئه المركز القومي للاستشاره عن بعد حولوه الى الهيئه الفنيه للاستشاره عن بعد وتكون تابع للهيئه للمركز القومي للبحوث. وفي نفس اللحظه كان الجسم بتاع وحده الزلازل يتحول الى المعهد قائم بذاته. وفي اطار التحويل والتكنولوجيا المتقدمه طبعا الناس لازم تتوسع وتكون المعاهد تمشي ليه في طور التطوير. فجاءت مشاكل الدوله وحصلت انه لازم يتم دمج بتاعت معاهد. فتم دمج هيئه الاستشاره عن بعد وعلوم الزلازل ثاني مع بعض في عام 2013 لتصبح الهيئه الحاليه اللي هي هيئه الاستشاره عن بعد وعلوم الزلازل الحالي. الهيئه بتمثل الجهه المرجعيه الفنيه للدوله في مجال الاستشاره عن بعد وتكنولوجيا الفضاء. والهيئه ايضا بتمثل نقطه الاتصال الرئيسيه لعدد من الوزارات والجهات الحكوميه والعديد من المنظمات ومكاتب الامم المتحده الاقليميه والمحليه. الهيئه فيه حوالي 51 موظف من خلفيات علميه مختلفه اللي هي بتشمل الجيولوجيا والجغرافيا والزراعه والهندسه والغابات والحاسب الالي او الكمبيوتر من درجات متفاوته عندنا من بروفيسور لحد مساعد الباحث. ايضا الكوادر البشريه بالتفصيل يعني عندنا 24 باحث و20 تقني واربع اداريين محاسب سته من العمال وعندنا سواق واحد. الاهداف العامه للهيئه اقتراح السياسات العامة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشارة عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، إجراء البحوث العلمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وعلم الزلازل، التنسيق الفني للجهود والمناشط المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية للتدريب في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والزلازل، وأيضا ربط السودان بالمراكز والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تعمل في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. أيضا من المهام الرئيسية جمع وتصنيف معلومات الزلازل في السودان والدول المجاورة، التعاون مع المركز مع المراكز والجامعات المحلية والإقليمية، تطوير ونشر المعرفة في مجال وتكنولوجيا الاستشارة عن بعد والزلازل، وتقديم الاستشارات الفنية والخدمات للأفراد والمؤسسات الحكومية. في الحقيقة عندنا خمسة أقسام ووحدتين. خمسة أقسام اللي هو القسم رصد وتخليط الموارد الطبيعية، قسم دراسات الكوارث والإنذار المبكر، قسم علوم الزلازل، قسم تقانات الفضاء، وعندنا قسم الجيوفيزياء والتراكيب الجيولوجية. عندنا أيضا وحدتين اللي هي وحدة البيانات الوطنية اللي هي ناشونال داتا سنتر ووحدة التدريب. أنا الأقسام دي ما حتكلم عنه كثير عشان أخلي فرصة لرؤساء الأقسام يجوا كل واحد يقدم محاضرة ويتكلم بالتفاصيل عن قسمه ويدينا تفاصيل أكثر إن شاء الله. أنا فقط حدي نبذة. قسم رصد وتخليط الموارد الطبيعية دي من أهم اختصاصاته بناء وتطوير المعرفة ونظم الاستشارة عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مجال الموارد الطبيعية.
إجراء البحوث في مجال استخدام الاستشارة عن بعد والموارد الطبيعية، تطوير طرق الإنتاج والخرائط الموضوعية للموارد الطبيعية، رصد ومراقبة الموارد الطبيعية، بناء قاعدة بيانات للموارد الطبيعية للدولة، ومساعدة ومشاركة الجهات المختلفة، وتدريب ورفع الوعي. هذا القسم هو قسم مهم، بيستفيد من صور الأقمار الصناعية، بيحلل وبيخرط المناطق اللي يكون فيها موارد طبيعية، سواء كان موارد زراعية أو موارد جيولوجية، وأيضا بيساهم مع الأقسام الثانية في تصميم الخرط، سواء كان خرط للكوارث أو خرط للمناطق الإنشائية. القسم الثاني قسم دراسات الكوارث والإنذار المبكر، والقسم ده مهم جدا، لأنه أنت عارفين الكوارث في السودان كثيرة جدا وأنواع كثيرة، في منه كوارث طبيعية وفي كوارث مصطنعة. الكوارث المصطنعة دي ما نتكلم عنها، خلينا نتكلم عن الكوارث الطبيعية. الكوارث الطبيعية زي الفيضانات، زي ما أنتم شايفين في الصورة، في هنا في السودان بنتعرض لفيضانات طوال في كل سنة، ممكن يدمر المنازل، وممكن يدمر لنا الطرق والإنشاءات. فالقسم بيختص بإجراء البحوث العلمية التي تهتم بدراسة أثر الكوارث وتقليل الضرر الناتج عنها، بناء وتطوير قاعدة بيانات الكوارث في السودان، بناء ونقل وتوطين نسب الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث، والوعي بالمخاطر وإدارة الكوارث والإنذار المبكر. ونحن هنا بنحب انه نشير انه احنا بنشارك كل المؤسسات اللي هي عندها ذات صله بالكوارث والانذار المبكر، ونتعامل ونتعاون مع بعض في درء الكوارث. القسم اللي بعده قسم علوم الزلازل. انتم زي ما عارفين انه الزلازل من الكوارث الطبيعيه المدمره. هذا القسم بيعمل في رصد وتحليل الزلازل وانشاء الخرط للمناطق الاكثر او الانشط زلزاليا، زي ما شايفين هنا في محددين لوكيشن ماب، وانتاج الخرط للمناطق الانشط زلزاليا. وايضا قسم الزلازل بيختص باجراء ابحاث ودراسات علميه في مجال الزلازل الارضيه والاهتزازات والعلوم الطبيعيه المتعلقه بها، انشاء وتصوير أو تطوير قاعدة بيانات المعلومات الزلزالية، تحديد المناطق أو تحديد نطاقات الزلازل والمناطق النشطة زلزاليا، وإجراء البحوث العلمية التي تهتم بدراسة أثر الكوارث الجيولوجية. الكوارث الجيولوجية كثيرة جدا، أهمها أو أكبرها الزلازل والانزلاقات الأرضية زي ما ظاهر في الصورة. الانزلاقات الصخرية، ده صورة انزلاق أرضي في جبل مرة سنة قبل المرض، والانزلاق أدى إلى تدمير غرية أو غريتين مع بعض، وكان راحوا ضحيتها عدد كبير من الأنفار البرية في الكوارث أو الانزلاقات. فهي زي دي مهمة جدا في الدراسة، وقسم الزلازل أيضا بيهتم بيه. وأيضا تطوير المعرفة بأهمية علوم الزلازل والتعاون مع المؤسسات النظيرة المحلية والإقليمية، لأن الإقليمية دي مهمة جدا، لأن العالم فاتونا كثير جدا في مجال رصد الزلازل، وإحنا بنتعاون معهم ونختني بهم إلى أن نصل إلى المرتبة العليا إن شاء الله. قسم الجيوفيزياء والتراكيب الجيولوجية هو القسم مصمم أو الذي يشارك الأقسام الثانية في العمل، عندهم أجهزة للدراسات الجيوفيزيائية التحت سطحية، وبتشارك مع الأقسام مع قسم الموارد في تخريط الموارد الجيولوجية، وأيضا مع قسم الكوارث في تحديد التراكيب الجيولوجية زي الفوالق والصدوع الأرضية، وأيضا مع بتحديد المناطق اللي ممكن تحصل فيها فوالق الزلزالية.
عندنا قسم بتاع تقانات الفضاء، قسم تقانات الفضاء قسم مهم جدا مش حديثا، اهم ميزاته واهم محامه الحصول على بيانات الاستشعار عن بعد، ارشفه البيانات الرقميه والخطيه، تطوير طرق معالجه بيانات الاستشعار عن بعد، استخدام ومتابعه تطورات التقانات الحديثه، ووضع مقاييس لضبط الجوده. القسم ده احنا خدتين له تصور ان شاء الله بالتعاون المشترك مع معهد الفضاء اللي هو اسراء، ان شاء الله خدتين مقترح ورفعناه للجهات العليا ان شاء الله لو تم اعجازه، وحيكون في عندنا عمل مشترك جميل جدا وحيطور هذا القسم. عندنا كده الاقسام الخمسه، انتوا عندنا وحدتين، وحده التدريب ووحده البيانات الوطنيه. وحده البيانات الوطنيه دي باعتبارها جسم قائم بذاته احنا مستضيفينه في الهيئه، لانه اهم حاجه هو في وحده البيانات الوطنيه اللي هي ناشونال داتا سنتر، هي عباره عن حلقه الوصل بين جمهوريه السودان ومنظمه الحظر الشامل للتجارب النوويه سي تي بي 2. المنظمه مهمه جدا، والسودان وقع وصادق على هذه الاتفاقيه في عام 2004، والمنظمه مقرها في فيينا وله محطات رصد منتشره في كل العالم. فالوحده من اهم مهامه تقديم الاستشارات الفنيه للجهات العليا على الاهتزازات الناتجه من التفجيرات النوويه، المشاركه في تطوير اهداف ونظام المنظمه، جمع وتحليل البيانات العالميه الزلزاليه وتحليلها، اجراء البحوث العلميه ومشاركه النتائج، إتاحة البيانات العالمية للجهات الأخرى. الوحدة جهة خاصة للسودان كله، بتشمل كل الجهات، بتوفر بيانات لكل السودان إن شاء الله. الوحدة معظم مكوناته أو جل مكوناته، سواء كان كمبيوترز أو راكس أو الجهاز اللي بتوفر بتحفظ الداتا، جات لمنحة من منظمة حظر التجارب النووية زي ما شايفين في الصورة، كان أول الباكينج اللي وصلنا من المنظمة. الصورة بوضح فك وتركيب الأجهزة حتى توصيلها بالشبكة الإلكترونية وتجميع الداتا، وبعد ذلك الناس بتبدأ في التحليل. الصورة بوضح لنا الوحدة قبل ما يجينا الأجهزة من المنظمة، والصورة تحت بعد ما جاتنا الأجهزة. في الوحدة معمل خاص للتدريب وتحليل البيانات الزلزالية، وفي بيانات أخرى سواء كان بيانات للهايدرو أكوستيك أو الإنفراساوند. قبل ما نخش في وحدة التدريب، أنا بشير إنه الوحدة اللي هي وحدة البيانات الوطنية هي وحدة شاملة لكل السودان، ودائرين كل الريسيرشرز من الجامعات من برا السودان، كل السودانيين يساعدونا ويجي يستفيدوا من الداتا اللي موجودة عشان نقدر نسري البحث العلمي. بالنسبة للتدريب أو وحدة التدريب، هنا خلينا وحدة منفصلة لأن كل أقسام بتشارك في وحدة التدريب بأفراد بمواد. الوحدة من مهامه إعداد مفردات الكورسات التدريبية، تنسيق التدريب حسب أنواعه ومستوياته المختلفة. ومن أهم أهداف التدريب عندنا بناء القدرات للباحثين والتقنيين والعاملين بالمعهد، وأيضا بناء قدرات المؤسسات الحكومية. وإننا بقى كبير جدا في تطوير المؤسسات الحكومية في مجال التدريب، في التدريب في مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والجي اي اس في تخريط الموارد الطبيعية والتخطيط وفي التنمية المستدامة. دربنا ناس كتار جدا من المؤسسات ومن الطلاب، وأيضا من مهام الوحدة نقل التكنولوجيا وزيادة الوعي في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وأيضا الوحدة بتنظم دورات تدريبية، أو الهيئة كلها بتنظم دورات تدريبية أساسية للمبتدئين ومتقدمة للناس المتطورين في مجال الاستشارة عن بعد ومعالجة الصور ونزول المعلومات الجغرافية. هنا عندنا بعض الصور بيوضح التدريب في المركز في وحدة التدريب، بصور لتدريب طلاب جزء من منسوبي المؤسسات، دربنا ناس كتار وأيضا بنستقبل الآخرين إن شاء الله. المشاريع البحثية الجارية في الهيئة عندنا مشاريع بحثية كثيرة مستمرة وفي جزء قابل منتظر التمويل. المشاريع الجارية أنا ما هتكلم عن أي مشروع بالتفصيل، أتكلم فقط عن العناوين. هخلي إن شاء الله رؤساء مدراء المشاريع هيجوا كلهم أو أي واحد في محاضرة بالتفصيل يتكلم عن المشروع حقته، حسب ولعله ممكن يلقى فند للمشاريع المنتظرة. المشاريع الجارية تقريض خدمات النظام البيئي ودعم وتأهيل وتخطيط النظام القابل لولاية سيناء، رصد ومتابعة وتقييم الفيضانات والسيول، رصد ومتابعة وتقييم الزلازل والتفجيرات، رصد ومتابعة وتقييم حرائق الغابات والمراعي، رصد وتقييم الموارد الجيولوجية والزراعية، رصد ومتابعة وتقييم الجفاف والتصحر. دي المشاريع الجارية. المشاريع القيد التمويل عندنا مشاريع رفعناها لوزارة التعليم العالي ونعمل في تمويله عن مشاريع مهمة جدا. واحد منهم هو اسم المشروع الأول المراقبة الطيفية لاستجابة نبات الذرة لبغاية محصول بغولي وأثره على نظام النباتات والتربة، مراقبة الجفاف وتأثيره على إنتاجية المحاصيل في نطاق شتي الجاف، تقييم ومعالجة مخاطر مخلفات التعدين الإشواعي. ودي من المشاريع المهمة جدا التعدين الإشواعي، بالنسبة للناس فقط اهتمت بإنتاج الذهب لكن منه مخلفات كثيرة جدا وأضرار سلبية. المشروع ده ماسكه أنا، ممكن أديكم نظرة بسيطة عنه، شايفين الصورة شايفين دي كلها مخلفات التعدين. المخلفات دي موجودة في مصادر المياه كلها زي ما انتم شايفين في الصورة، كل المخلفات موجودة في مصادر المياه. مصادر المياه ممكن يكون حوله قرى، ممكن يكون حوله حفائر، آبار جو آبار سواء كان سطحية أو جوفية، وكل المخلفات بتضر الإنسان والحيوان. هذا المشروع أنا شايف من المشاريع المهمة جدا. مشروع فعلا مهم جدا جدا يا دكتور بدر الدين. والله يا دكتور انور شكرا لك، هنا مشاريعنا كلها مهمه. لكن المشروع ده شرحته ليه؟ لانه انا مديره، عشان كده خد باقي المشاريع خليتهم. هسه المشروع ده قائم الان مستمر الان؟ المشروع كتب ومنتظرين التمويل، رفعناه للوزاره وكل المشاريع اللي رفعناها للوزاره ومنتظرين التمويل، ان شاء الله نلقى تمويل عشان نقدر نستمر ان شاء الله. ايضا من المشاريع مشكله كبيره جدا يعني تاسه حاليا تلويث للمياه وتسميم لها يعني اسف في الوقت الراهن، يعني مش حاجه زمان كانت ولا كده. يا دكتور دكتور بدر الدين شكله الشبكة من عند الدكتور هناك. لكن دي حاجة خطيرة جدا يعني، حاجة خطيرة جدا إن تكون مصادر المياه ملوثة يعني بالطريقة دي.
معلش هذا القران والخضرنا اليوم ولا مع يهمك ولا التدريب يهمك، واصل واصل من واصل من الحته اللي انت فيها. انا حخلي الاسئله ان شاء الله لنهايه اللقاء ان شاء الله. تفضل. خلاص تمام. يعطيك العافيه. زي ما ذكرت انه المشاريع خير التمويل بانه مشروع تكامل بيانات جاذبيه الاقمار الصناعيه وصور الاقمار المتعدده الاطياف في الكشف عن الموارد المعدنيه والمياه في اواسط وشرق السودان. ايضا عندنا مشروع دراسه ظاهره المياه العالقه في ام درمان، دي برضه من المشاكل المهمه جدا المعرقه المواطنين في منطقه ام درمان، وفي باحثين كتار جدا يشتغلوا في المجال ده سواء في باحثين من الجامعات ومن المراكز البحثيه يشتغلوا في المشروع. وحتى الان كل زول بيجي بدا حل جزئي بكون في جزء اخر حنكمل برضه هنا في المشروع ده ان شاء الله. عندنا مشروع اخير هو مشروع تقليل المخاطر الزلزاليه لولايه الخرطوم بطريقه التمنطق الزلزالي، وده مشروع كبير ومشروع قديم ومتعاونين فيه مع مؤسسات، فقط منتظرين التمويل ان شاء الله. اهم التقانات الناضجه ونحن بنسميه مخرجات البحوث، ده من الجانب ده انا بتكلم فيه في خلال محورين. المحور الاول محور رصد وتقييم ومتابعه الكوارث زي الفيضانات والحرائق والزلازل والتفجيرات الارضيه، والمحور الاخر هو تقييم الموارد الطبيعيه. في من ناحيه المحور الاول الفيضانات عندنا نتائج بتاعت بحوث كثيره جدا عن الفيضانات ومشاكلها ومناطق الفيضانات. احنا ندي امثله بسيطه جدا، مثال منطقه شرق النيل في شرق الخرطوم تعرضت لفيضانات وسيول في فترات كثيره متواصله ومتقطعه. احنا عملنا مابس طلعنا خرط لمناطق الريسك ونشرناه وحددنا انه بقينا معظم المباني كانت موجوده في وسط المجاري المائيه، زي ما واضح لكم في الصوره شايفين المباني كلها في وسط المجاري، والسيول بتلقى مزارع داخلين لقى المجرى، وبتلقى طرق خوميه كبيره ايضا بتكفي مجرى السيل، ودي بتسبب فيضانات وعامل ريسك كبير. ايضا عملنا فيه دراسات كبيره جدا وانتجنا خرط للريسك بيحدد بالدرجات على حسب المناطق. ونعم في منطقه كاسلا برضه معرضه للفيضانات، اشتغلنا فيه مشاريع وانتجنا خرط للريسك او للمخاطر، مناطق المخاطر والمناطق الاكثر تضررا والمناطق الاقل تضررا لولايه كسلة. الجانب الاخر بالنسبه للحرائق البريه، فالحرائق البريه لها تاثير كبير جدا لانه بيدمر لنا المنتوج الغابي المنتشر في السودان. فايضا الهيئه عملت او انتجت بحوث في مجال حرائق الغابات. مثالا اللي هو حديقه محميه الدندر، محميه الدندر سنويا بتتعرض ل حرائق. احنا عملنا رصد وتخريط للحرائق والمناطق اللي بتتعرض للحرائق في محميه الدندر وفي مناطق كردفان. عندنا مشروع قائم الان برضه بتحدد المناطق اللي ممكن تتعرض للحرائق وكيفيه التقليل منه في المجال. اما في جانب الزلازل فايضا عندنا نتائج كبيره، انتجنا كتالوج كامل فيه كل بيانات الزلازل القديمه والجديده، خطيناه في شكل مابس وفي شكل كتالوج. وايضا انتجنا خارطه سازموتكتونيك وهي الخارطه السايزميه التكتونيه للسودان، بتوضح المناطق اللي فيه الاستراكشر، المناطق الضعيفه، المناطق اللي بتحصل فيها الزلازل. ايضا اما المحور الاخر اللي هو محور مراقبه واداره الموارد الطبيعيه. الموارد الطبيعيه عندنا الزراعيه والجيولوجيه. ايضا عندنا مشاريع كبيره في الجانب الزراعي في جانب تخريب الموارد الزراعيه، وشاركنا
مع مؤسسات كبيرة مثل وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للبيع في تنفيذ المشاريع الزراعية والمشاريع المشتركة. أنتجنا مابس أو يحدد الناشونال ريسورسز في السودان والمناطق أيضا اللي ممكن يكون فيها مجاري بتاعت مياه اللي صالحة إنه ممكن يكون فيها حصاد مياه. أيضا طلعنا ماب للدرينج ماب للسودان كله يحدد المناطق اللي ممكن يكون فيها حصاد للمياه. وأيضا أنتجنا خريطة اللي هي لان كفر للسودان كله وتحدثت الخريطة في عام 2011 والآن شغالين في خريطة جديدة أو متحديث جديد. أيضا من نتائج البحوث المهمة عندنا نتائج أو مشروع لتخريط الموارد الجيولوجية وبالأخص معدن الذهب. نفذنا مشروع في شمال دارفور استفدنا من صور الأقمار الصناعية والداتا بتاعت الجرافيتي حددنا المناطق اللي ممكن يكون فيها أو يكون فيها التمعدنات الذهبية وتمعدنات الذهب. نفذنا عمل حفلي قدرنا او استطعنا انه نستكشف حوالي 8 مناطق بتحتوي على معدن الذهب غير معروفه. حاليا 3 أو 4 منه خشت في انتاج في الانتاج حاليا اب التعدين الاهلي والدوله استفادت منه بكميات كبيره جدا. فانا اخر زياره للمنطقه جيت حوالي اكثر من 4 مناطق أيضا بتنتج الذهب زي ما أنتم شايفين في الصورة. في مناطق فيها ذهب بيور صافي وفي مناطق فيها آبار مثل التعدين أهلي. أيضا الهيئة عنده يقدم خدمات للمجتمع دي حاجة مهمة جدا ولازم نستمر فيه. هي بتقدم تدريب مستمر للطلاب والمؤسسات والهي عنده برنامج كامل برنامج يسمى برنامج الاستشعار عن بعد ونزل المعلومات الجغرافية بالشراكة مع الباحثين الموجودين في الهيئة والشهاده بيمنح من اكاديميه للسودان للعلوم والتكنولوجيا. هذا البرنامج خرج عدد كبير جدا من طلاب الماجستير وللاسف الان موقوف ونتمنى انه تواصل ان شاء الله. ايضا الهيئه بتبني في مجال خدمات المجتمع بتبني قدرات المؤسسات الثانيه وبنساهم في نشر الوعي بقيام الورش والمؤتمرات. عندنا مجموعة من الورش شاركنا بيهم سواء كان مع الاتحاد الأوروبي أو بشراكة مع الجهات العالمية والجهات المحلية. دي صور للوركشوب اللي اتعملت. ايضا الهيئه عنده شراكات وتعاون مشترك على المستوى القطري وعلى المستوى الدولي. على المستوى القطري الهيئه لديها اتفاقيات مع هيئه الابحاث الجيولوجيه ومع وزاره التخطيط العمراني وايضا مع جامعه نياله وجامعه كردفان وجامعه خرطوم. عندنا اتفاقيات موقعه وتبادل مشترك وايضا عندنا تعاون عالي او مستوى عالي مع وزارة الزراعة
وزارة الري والموارد المائية، وزارة البيئة، جامعة النيلين، جامعة درمان الإسلامية، وجامعة السودان، وجامعة بحري. بواحد من الصور بوضح لنا التعامل المشترك مع هيئة الأبحاث الجيولوجية. وعندنا أيضا شراكات على المستوى الدولي، الحقيقة بشراكة مع الهيئة العامة للاستشارة موت في سوريا، والشبكة الإسلامية المشتركة البيانية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، واتفاقيات مشتركة مع المجلس مع معهد علوم الفلك والجيوفيزياء في حلوان مصر. وأيضا عندنا عمل مشترك مع منظمة حظر التجارة النووية CTBTO، والهيئة عضو مع المركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا. ودي آخر عمل عندنا معاه. قبل 3 أيام كنا في اجتماع عبر الإنترنت، وكان خدينا استراكشر جميل جدا للعمل المشترك في مجال البحوث وتنفيذ المشاريع. أيضا الهيئة عضو في لجنة أبحاث الفضاء وعالي الخلاف. واحد من الصور التعاون المشترك مع الفاو في تنفيذ المشاريع المشتركة. أيضا صورة أخرى توري حجم العمل مع الفاو واليو ان دي بي. وأنا صورة قديمة كانت بروفيسور عامة مع اليو ان دي بي فيها التحية. أيضا الحقيقة بتشارك مع منظمة حظر التجارة النووية في تنفيذ تدريب وتنفيذ مشاريع بصورة لواحد من زيارات اللي كان جانا تيم من منظمة حظر التجارة النووية لوحدة الخطة المستقبلية. أو آخر حاجة هنا عندنا الخطة المستقبلية للهيئة، هتتم مقترح لإعادة هيكلة الهيئة من جديد بالتعاون مع المؤسسة، وأيضا التعاون مع المؤسسات ذات الصلة، وربط الهيئة بجميع الأقسام ذات الصلة، تعيين كوادر جديدة، توفير البيئة المناسبة للعمل إن شاء الله، وحنقدر نبني بنية جميلة إن شاء الله. شكرا لكم يا أستاذ حيدر، ونأسف جدا لتقطعات الإنترنت. دكتور شكرا جزيلا دكتور بدر الدين على التقديم الرائع جدا لهيئة الاستشعار عن بعد. وصراحة طبعا يعني الاسم بتاعكم اسم يعني بيجبر الزول انه لازم ينتبه له، هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الزلازل. السودان، ده السؤال الاول، هل السودان منطقة زلزالية؟ هل احنا نعيش في خطر ولا؟ دكتور؟ دكتور بدر الدين سامعني؟ انت كده سامعني؟ دكتور؟ اي دوب جا الصوت، يبين كان ما ظاهر. تفضل، هل السودان في منطقة زلزالية؟ السودان في حتة خطرة؟ طبعا سؤال جميل جدا وسؤال مطروح، هل السودان منطقة زلزالية أم لا؟ فالإجابة إن السودان من المناطق يعني بيختلف على حسب الموقع. احنا لو مسكنا جانب البحر الاحمر هي منطقه زلزاليه بتحدث فيها زلازل يوميا، او في كل راس ساعه بتحصل زلازل. زلازل ممكن يكون صغيره، ممكن تكون زلازل كبيره. في سنطرة السودان الخرطوم فيها حدثت فيها زلازل حتى عدى الى دمار، حصل زلزال في جبل اولياء، قتل شخص، دمر. السنة المضت حصلت استراكشر في كردفان. جبل مرة أيضا عندها نشطة زلزاليا بتحدث فيها زلازل صغيرة. حتى الانزلاق الأرضي اللي حصل في السنة اللي قبل الماضية 90% كان نتيجة زلزال. احنا حاولنا انه نصل ونعمل دراسة لكن للأسف ما استطعنا. في زلازل في السودان منتشرة،
فما نقدر نقول نشطة خالص، ولكن بها زلازل وقد تكون في بعض الأحيان مدمرة. اوكي تمام جدا جدا. طيب في برضه جزئيه في البرزنتيشن بتاعتك كانت يعني مهمه جدا جدا، اللي هي اللي لها علاقه بمصادر المياه وان الحتات ملوثه ومسممه وكده. هل الحاجات دي يعني عندها بروبر شانل انك توري المعلومه للجهات المعنيه؟ مع اللي لو كانت انت هيئه الاستشعار عن بعد بتتكلم مع وزاره التعليم العالي انها تمول لك البحث ده، قد يكون في other stakeholders مهمين جدا في taking a decision للتمويل، هل بيكون involved؟ لانه انا شايف المسألة دي خطرة جدا جدا، يعني انت عدم تمويل بحثك ممكن يؤدي لانه يحصل يعني تسمم كبير جدا في مصادر مياه، هتأثر في البشر وهتأثر في الثروة الحيوانية والى اخره. كيف الحاجة دي بتتم عندك؟ ده كلام جميل، كلام جميل جدا. هي طبعا حتى المشروع ما كان مخطط عليه من زمان، فجات عن طريق الصدفه. احنا كنا شغالين في مشروع ثاني فلاحظنا الخطر اللي كان حاصل من اثار التعديل او مخلفات التعديل الاشوائي. فالكلام اللي انت بتقوله ده والله مهم جدا، يعني انه ممكن احنا نشارك مع مؤسسات ثانيه زي هيئه الابحاث الجيولوجيه والموارد، شركة الموارد المعدنية، في تنفيذ عمل مشترك عشان على الأقل نقدر نحمي المواطن ونقدر نحمي الثروة الحيوانية في المدى البعيد. الحاجات دي انت حاسه حاليا ما بتكون ظاهرة، بالذات السموم ما بتكون ظاهرة حاليا، لكن بتكون على المدى البعيد كلها مردود فيه كبير، مردود سلبي كبير جدا. يعني نتمنى انه باقي الستيك هولدر اللي هي يتعاملوا معانا او نقدم لهم مبادره انه والله كلنا نتعاون مع بعض ونشتغل عمل مشترك. وكمان ايضا بنناشد الجهات المسؤوله انه من على الاقل من انتاج الذهب الحاصل يوفروا لنا منه ان شاء الله 1% من الانتاج، عشان نقدر نعمل له ريسيرش في تقليل اثار الانتاج. ودي يعني بتجي كمناشده كده ولا كطلب ولا التماس، لكن ما بتجي كحاجه امر تنفيذي لازم يعملوه، مش كده؟ والله هو طبعا احنا كحاجه المناشده دي للعامه، لكن بالنسبه للحكومه احنا بنرفع له مشروع عديل مغني ونقعد معاهم في اجتماعات، نعرض لهم بروبوينت، نعرض لهم المشاكل، نقنعهم بانه والله مشروعنا ده جادي عشان يمولوا علينا. صح الوزاره ما بتقصر، برضه بتمشي للماليه وتقنع الجهات العليا بطريقه رسميه عشان تجيب الحكايه، بقت تجر تاخذ زمن انت عشان يجيك تمويل لما الجهات الاخرى، فبتبقى مناشده زي ما نعم نعم. هو الباحث طبعا الحلقه الاضعف بكل اسف، مع انه مثلا الكورونا دي اسي ورت الناس انه ما في زول بيحلهم غير الباحثين، ما في زول تاني لا فنان لا لاعب لا اسمه شنو ده لا عسكري شا لسه، ما في زول بيحل الناس من كورونا غير الباحثين، لازم يدعمهم، يدعموا البحث العلمي يعني. فطيب في سؤال تاني اللي هو مرتبط بالاسكان والمجاري بتاعت السيول. المقوله القديمه بتقول انه السيل ما بغير مجراه، ان شاء الله بعد مليون سنه بيجيك رايح في نفس المجرى. احنا في 2013 كان في الفيضانات، واحنا اشتغلنا متطوعين في مبادره نفير، كان تذكر الناس اللي في الفتح والناس اللي في وين في شرق النيل، كان غرقوا غرق شديد جدا جدا، لكن اللي هو المرابيع، مرابيع الشريف وكده، الواضح انه الناس اللي قاعدين في مجرى سيل. فهل الاراضي لما تقوم تقدر تطلع لها خطه اسكانيه جديده، ولا المهم الجهه المعنيه في موضوع الاراضي والاسكان، هل بتجيكم راجعه تعمل معاكم تشيك ولا لا؟ هي كلامك سمح للاسف شديد، يعني المناطق اللي تعرضت لفيضانات احنا طلعنا مابس، ريسك مابس للمناطق دي قبل ما تحصل، ووضحنا فيه انه والله المناطق دي انشئت او تم تخطيطه في مجاري بتاعت سيل. فمن الافضل انه الجهات العليا ما تخطط مجاري السيل، لكن للاسف زي ما قلت انت الباحثين هم الحلقه الاطف، وناس ما برجعوا لهم الا بعد الفاز يقع في الراس. يعني بعد ما خلاص الباحثين طبعا عندهم اسمه شنو ده، عندهم يعني حليف اللايس، عندهم حليف خطر جدا وقوي لكن ما قاعد يستخدموه، وهسه انا داير اقول لك انه لازم تستخدموه. اليوم السماسره، سماسره الاراضي،
سمسات الاراضي ديل عندهم سي قوي جدا جدا، هم اللي بيخلوا الزول يشتري وما يشتري، شفت كيف؟ هم المتحكمين في السوق، متحكمين في كل شيء. فلو السماسره ديل بقى عندهم مصلحه في انه تطلع منه قوه شهاده بانه الارض دي ما قاعده في مجرى سيل، انتوا السوق بتاعكم بيجيب لكم مصدر بتاع دخل. ثم ثانيا الحكومه واي زول صاحب قرار بيكون مضطر انه يديكم التمويل المناسب لانه تطلعوا الخرائط دي تكون محدثه بصوره مستمره. يعني تخيل انه انت اشتري لي قطعه واطه، لازم قبل ما اشتريها بقول للزول الداير يبيع علي، ما داير بس شهاده بحثي، بس انا داير معاه شهاده بتاعت انه الواطه دي ما قاعده في حته خطر. الشهاده دي بتطلع من هيئه الاستشعار عن بعد علوم الزلازل. والله يا ريت، والله يا ريت. بيكون انت عندك مصدر بتاع دخل يعني غصبا عن عين الناس واساسي. كلام انت كلام انت السيرتيفاين بادي يعني. نعم نعم يا دكتور حيدر. هو احنا دكتور انور معلش يعني. لا طبعا انا حيدر قاعد يساعدني كثير عشان الله يديك العافيه. الله يديك العافيه. ما قصر الراجل ده والله، انا وقف معي وقفه جميل جدا. الانترنت على قصر هو التليفون الثالث. جزاه الله الف خير، والله له تحيه من هنا. الله يديكم العافيه. دكتور هو طبعا الصح احنا بدل ما نمشي للسماسره ونقنعهم بانه يا اخي عملوا لنا دعايه لمنطقه معينه، الدوله من اول مره قبل ما تخطط. الدوله ما كلها سماسره يا دكتور بدر الدين، انت قالت سماسره دي من احنا، الدوله ذاتها بقت سمسار. ده مشكله كبيره جدا. احنا ما نشجع انه الحكايه تستمر، حكايه السماسره دي لانه سمسار بنزر لربحه، ما بيهمه انك تخرج ولا ما تخرج. المنطقه بتجيب له ربح، بيشيل قروش وبيمشي، بقول لك والله المنطقه دي سامحه. لكن احنا لازم نمشي بالتراك الصح. الدوله قبل ما تنشي اي شيء تجي للمراكز البحثيه او العلماء يدوم يعملوا لهم دراسه كامله تفصيليه للمنطقه دي، هل المنطقه صالحه للسكن ولا الريسك المشاكل، هل المنطقه دي معرضه لفيضانات ام لا، هل المنطقه دي معرضه لزلازل ام لا. ده انا ده انشي سد، ما ممكن اجي انشي وبكره ادفع ثمن كبير جدا. الدوله لازم تمشي في الطريق الصح، وكل شيء تمشي في مجراه، كل شيء يتم ببحث علمي صح. اصل الدول اللي مشت تطورت، تطورت كله ببحث علمي. بس انت يجي لك دوله بتنشي له سد او يخطط له منطقه من دون دراسه تفصيليه كامله، ابدا ما في. هنا والله بنطالب انه الناس تهتم بالبحث العلمي، واي منشاه ما تقام الا بعد اصدار شهاده صلاحيه للارض من الجهه المعنيه. نعم. يبدو من النت. اي لا اسي سامعك، انه اي فعلا لازم تكون الحاجات من الدوله، لكن الدوله زي ما شايف يا دكتور بدر الدين، مش اسي انا بتكلم في السنه اللي بعد الثوره، انا بتكلم في ال 30 سنه اللي فاتت وال 30 سنه اللي قبلها والى اخره. في مشكله كبيره جدا جدا انه احنا دائما كباحثين محتكمين لزور بياخذ القرار ما باحث ولا بيفهم الحاجه اللي بتكون انت بتعمل فيها دي. وبالنسبه له انه والله يا اخي لا صوت يعلو فوق صوت البندقيه والى اخره. الكلام ده شفناه يعني في فترات كثيره جدا جدا. فليه الناس ما تعمل لها حلول وتتفق مع الناس الاكتف في المجتمع؟ يعني انا وقت قلت لك السماسره مش انه السماسره كويسين ولا نكرس لوجودهم، لكن بقول لك نربط مصلحتهم هم بمصلحتنا، بانه والله يا اخي القطع الاراضي اي قطعه واطه لو ما عندها الورق بتاعها سليم ما حتحصل البيعه. كل زول يقول لك يا اخي اسمع، هل العربيه دي مرخصه؟ لو ما مرخصه واشتريها منك، معناها ادينا سلطه للمرور من غير ما وزير الداخليه يتدخل، مش كده؟ فنحن هل الواطه دي خاليه من الموانع والاخطار؟ الكلام ده بيجيب الشهاده منو؟ بيقولوا الناس الزلازل وكده. كظين الحاجات لو ما بقت مرتبطه مع بعض، احنا حنكون دائما قاعدين زي ما بيقولوا مساكين كده ومستنين دعم من الجهات العليا. طبعا العليا دي وين ذاتها انا ما عارفها، يعني اعلى زول بشوفه هو الباحث ده لانه بفتش وبيتعب وكده يعني. والله كلامك صح يا دكتور انور، احنا طبعا على الجانب ده بنشجع
ما احمد رغم انه هي برضه صعب نقول بنمشي بالتراك، لكن الناس تحاول، واحنا دايرين نحن كباحثين نبقى احنا ذاتنا مبادرين، ما نقول ننتظر اي حاجه يجينا حتى بعد ذاك ننفذ، صح؟ هسه احنا في الهيئه عندنا مشاريع صغيره مستمره، الباحثين يشتغلوا حتى ولو بدون تمويل، يحاولوا يجيبوا الداتا المجانيه من الانترنت، يجيبوا الصور الاقمار الصناعيه من الانترنت المجانيه، يحاولوا يشتغلوا يبحثوا. اما المشاريع الكبيره خالص طبعا ذاك ممكن ننتظر التمويل، لكن اصلا احنا ما حننتظر، انه لازم احنا نبقى مبادرين ان شاء الله، وبالذات في الجانب انا بستغله وبدي فرصه لكل المؤسسات، احنا والله مستعدين نتعاون مع كل الجهات، سواء كان حكوميه، سواء كان جهات خاصه، سواء كان باحثين نشطين زيكم، سواء كان من الطلبه، حتى نمرق السودان ان شاء الله زي ما قال من قصد الزجاج ان شاء الله، بعد ذاك الاخطاء بتتعالج ان شاء الله. نعم. طيب انا داير اعرض لي صوره، لكن بس داير لها شويه تفتيش. في سنه 2012 او 2013 حضرت مؤتمر في ادنبرا، كان مؤتمر بتاع تيد اللي هو تيدكس، الناس بتعرف تيدكس في السودان كده، والمؤتمر ده كان الشعار بتاعه راديكال اوبننس، الانفتاح الجذري، بمعنى انه الافكار لازم الناس تكون منفتحه، الانترنت تكون منفتحه يعني، والناس يتعاونوا كده، الحكومات تكون منفتحه يعني، كان فيها حاجه عن الاوبن جوفرنس، وفي امثله كبيره جدا جدا من ناحيه الشفافيه، من ناحيه بتاعت مكافحه فساد الى اخره الى اخره. فلفت انتظاري في انتباهي في واحد يعني يتكلم على انه اكثر زول لقى ذهب في الدنيا، وهسه انا شايف في واحد ذكر هنا ده في الشات، قال انه اخوانا ركزوا لنا يا ناس الاشعار عن بعد، ركزوا لنا على الذهب ده. لفت انتباهي في المؤتمر ده انه اكثر زول لقى ذهب هو الزول المنجم يعني صاحب المناجم والبتاع، الجاب الخرط بتاعته واداها للجيولوجيست، يعني عمل شنو المبدا بتاع الانفتاح، قال له اخوانا دي الخرط بتاعتي وروني الذهب وين؟ يعني هو عمل الساتلايت ايمجري والبتاع، لكن ما قام لبت بال روحه، انما جاب للمجتمع، قال لهم انتوا الباحثين وانتوا الناس العارفين كده، وروني في الخرائط دي الذهب وينه؟ ده اكثر زول عمل قروش من الذهب، وحتى عنده صوره قاعد كده يعني قاعد فوق في الطابق الثالث وين؟ والتيشيرت ده كله ذهب قاعد فيه فوق كده عامل زي غارون، شفت كيف؟ فانا كنت داير اجيب الصوره اعرضها هنا ده، في انه انتوا ممكن توروا الناس الذهب وين؟ هل الوزارة الطاقة والتعدين والمنجمين الناس اللي بيمشوا للتعدين التقليدي هل قاعد يجوكم ولا ما قاعد يجوكم؟ والله المعدنين التقليديين اتعاملنا معاهم، عملنا معاهم في الخانة زي ما قال، احنا المشروع اللي عرضته له من قبل لحد طلعنا لنتائج مفيدة، كان معانا شراكة معانا المعدنين الاهليين، فاحنا بعد ما جمعنا صور الاقمار الصناعية، للاسف احنا كنا بنعتمد على صور الاقمار الصناعيه المجانيه، دي بتكون لو ريزوليوشن اللي هي ظاهره بتاعته ما بتكون 100%، عملنا له تحليل في المعمل وحددنا بعض المناطق اللي 50 او 60% ممكن يكون فيها جولد. لما مشينا الفيلد تو ورك ارض الواقع كان معانا معدنين اهليين، الناس اللي هم اشعه اير فور احنا جيولوجيين وشغالين في الموقع، فكانوا بيراقبونا المنطقه اللي احنا اخرنا فيه، هم طوالي بيجوا بيبحثوا. ففي النهايه احنا رجعنا نقول لهم يا اخي تعالوا احنا نرسل لك، هم عندهم اجهزه، احنا كان للاسف ما كان معنا عندنا اجهزه لكشف الذهب، كان معنا فقط الخرط اللي بتوضح بعض المناطق اللي ممكن يكون فيها. فالمعدنين الاهليين كانوا يمشوا معنا في بعض الحتات، بنقول لهم تعالوا اعملوا تشيك لبعض المناطق، بعملوا تشيك اذا لقوا الذهب هم بيشيلوا الذهب واحنا نشيل المعلومه. دي كانت شراكه كويسه، رقم ما مبرمجه رأيي كويسه جدا. فالشراكه اللي احنا دايرينه، احنا دايرين شراكه يكون كبيره مبرمجه مع الجهات الرسميه اللي هي زي الشركات، ممكن يكون مع مؤسسات زي وزاره المعادن، احنا ممكن نعمل معاهم شراكه. وكان في وزير معادن سابق جاء للهيئه وزار، وبالفعل كان طلب مننا انه احنا نشتغل في الجانب ده، لكن كان للاسف الامكانيات بسيطه، وحتى هو قلنا ساعدنا في بعد توفير الاموال، فوعد
قبل ما ينفذ وعده شالوه، زي ما انت عارف السودان اي زول ممكن يخوض خطه قبل ما ينفذه يتم تغييره، بحيث نتمنى انه في المرحله الجايه ان شاء الله يكون بيننا وبين المؤسسات الثانيه تعاون وعمل مشترك طويل الامد ويتنفذ ان شاء الله، حتى لو جاء يتغير مدير يتغير وزير الناس اللي بيجوا يحاولوا يشتغلوا ويكملوا العمل الفات. وبنوعدكم ان شاء الله ان السودان هتمشي وهتقدر، او احنا من الهيئه هنقدر نشارك كل الطلاب ونشارك كل المؤسسات وننتج عمل مشترك جميل ان شاء الله. الشراكه بتاعتكم بتاعت المعدلين دي ظريفه، تمشي انتوا تشيلوا المعلومه وهم يشيلوا الذهب، تسكر تاني زي الشراكه بتاعت الاثنين يشاركوا في بقره، واحد قال النص القدام بتاعي والنص الورا بتاع الثاني، ده يجي ياكل كل يوم وذاك يجي يحلب نهايه الامشي. لا دكتور الله يا كلامك حلو. حتى صدق وكانت تشيل برضه شويه ذهب مع المعلومه يعني. حتى صدق لو ما عملنا الشراكه دي ما كان نجحنا المشروع. نعم 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 والله ما كان نجحنا ولا ما عملنا الشراكه دي. اكيد 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 مفهوم تماما. ايوه حتى الان احنا الخرط ما 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 دسيناه ونشرناه في مؤتمر علمي المناطق، ممكن طبعا المعدنين التقليديين ناس بسيطين ما تشوفهم، هو الواحد بجهازه سيرفيس بيشيل الحاجه السطحي، اما الكثير وفي الاعماق بيكون في كميات كبيره جدا، بتجي الشركات وبتجي الدوله بتستفيد. فاحنا المعدنين ديل ما نستخسر فيهم الحاجه البسيطه، هم نعم بيشيلوه لكن بدون معلومه مهمه جدا والله. صحيح. طيب دي التجربه اللي قلت لك الصوره اللي بفتش فيها اللي هو ده الجولد ماينر نمره واحد، بيعتمد على مبدا التعاون، انه انا اديك المعلومه وانت وريني كيف انه انا استفيد من المعلومه دي. وفي ناس كتير جدا مصنقرين في معلومات مهمه ما بدوها لزول عشان يستفيدوا منها. فالكلام ده جزء من تيك توك البتاع دي، حق الناس تشوفه ترجع له. والتيك توك بعنوان اربع مبادئ للتعاون او للانفتاح، كولابريشن، فور برنسبلز فور كولابريشن. تمام موجود ان شاء الله. ان شاء الله هسه شراكتنا معاك ده برضه ينجح يبقى قدر ده. لا اكيد. واكثر من كده انا ده شخصيه مقتنع بنولج از باور، وانا زول بتاع كمبيوتر ساينس والاهتمام بتاعي في البيانات والتحليل بتاع البيانات وامن المعلومات والخصوصيه، فعارف انه البيانات هي الاساس بتاع الاقتصاد المعرفي والرقم الجديد اللي احنا قاعدين فيه ده. شراكتنا دي مؤكد ان احنا ممكن نعمل حاجات كثيره جدا 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 لخدمه السودان، لانه السلسله اللي احنا ماشيين فيها سيدي دور المركز القومي للبحوث في نهضه السودان، فان شاء الله حنبنيه سوا وننهض سوا يعني. استاذه ساره من كبير رافعه يدك، تفضلي. استاذه ساره دكتوره ساره سعد ما شاء الله عبد الغيوم نرحب بها والله دكتوره. طيب شكلها بعيده دكتور مبارك حبيبنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، الله يكرمك نور. سعيد جدا كالمعتاد بالمحاضره، وسعيد بك يا دكتور انور، وسعيد جدا بدكتور بدر الدين. المحاضره كانت واضحه جدا ومعلومات مفيده جدا، وربنا يعني يوفقكم في كل مشاريعكم البحثيه. انا عندي سؤالين لو سمحت لي يا دكتور بدر الدين. السؤال الأول، أنت تكلمت عن أنه بتقدروا تحددوا أماكن تواجد الذهب في مختلف أنحاء السودان، فبسأل هل بالمقابل ممكن تحددوا لنا أماكن تواجد البترول في السودان برضو بأي تقنية من تقنياتكم غير المناطق الأساسا المعروفة؟ ده السؤال الأول. صوتي مسموع؟ تمام. واضح واضح، سمعنا السؤال الاول كويس. السؤال الثاني برضه بيدور حول البترول. يعني انا بستغرب جدا انه بعض الدول بتنتج كميه كبيره جدا من البترول، زي المملكه العربيه السعوديه بتنتج 10 مليون برميل في اليوم، واللي هي دي تستخرجها من باطن الارض. ف
دائما بكون بفكر انه لما كل يوم يطلعوا 10 مليون بترول 10 مليون برميل من باطن الارض، هل بيحصل احلال يعني بيحصل شنو يعني البترول ده لما يطلع ما اما الارض تنزل لتحت او يحصل احلال بماده اخرى؟ فهل عندك فكره انه لما كل يوم دوله زي السعوديه تطلع 10 مليون برميل بتاع بترول في اليوم انه بيحصل شنو للارض؟ يعني القصه دي انا بتخيل انها بتاثر سلبيا على الارض، اما انه قشره الارض تنزل لتحت مثلا او يحصل احلال للبترول اللي طلع ده باي ماده اخرى. ده السؤالين بتاعي. شكرا يا دكتور مبارك، موفق ان شاء الله. طبعا انت بالنسبه للسؤال الاول انه احنا نقدر نحدد مناطق الضعف في منطلق انحاء السودان، اكيد لا. يعني احنا بنعتمد لصور لتحليل صور اقمار صناعيه فقط، بننجح في المناطق المتكشفه اللي هي صخورها متكشفه، المناطق اللي بتكون مخططه بالرمال زي الشماليه صعب جدا ان احنا نقدر نحدد هل فيها ذهب ولا ما فيها، هل فيها معادن تحت ولا لا. هنا احنا بنستخدم صور اللي هي صور الاقمار الصناعيه بتكون سطحيه وغالبا المجانيه، ما بتدي اعماق كبيره جدا، والمطيب بنلقى انه السوبرفيشال ديبوزيت او الرمال مخطي اعماق كبيره جدا في المنطقه. المناطق دي معظم الدراسات بتفشل. هنا احنا بنستخدم طرق الجيوفيزيا، وهنا عندنا قسم كامل للجيوفيزيا ممكن بالتعاون مع المؤسسات الثانيه ممكن تستكشف تحت الرمال. اما بالنسبه للصور الاقمار الصناعيه فقط نجحت معانا في المناطق المتكشفه زي الدارفور، مناطق كردفان او شرق السودان، المناطق اللي فيها صخور متكشفه دي نجحت حقيقة، خاصة المناطق اللي بتكون فيها تراكيب بيولوجية أيضا بتنجح. أما في المناطق اللي بتكون مخطط فيها رمال صعب نجاحه خالص. أما بالنسبة للسؤال الثاني في البترول ده حقيقة دراسته معمقة شوية وبيحتاج لمراحل كثيرة جدا. إحنا كهيئة الاستشارة عن بعد بنساهم في المرحلة الأولى اللي هي فيها كيف نحدد المناطق، هل فيها ريزرفوار، هل فيها هل يكون فيها صخور، نوع انواع الصخور بتاعته شنو، هل في مناطق فيها صخور رسوبيه، وممكن عبر الجيوفيزيا نحدد اعماق الحوض الرسوبي. بعد ذاك الدراسات الثانيه هي بتجي تكمل، لكن الاستشعار عن بعد ما بيقدر يحدد لك هل المنطقه دي فيها بترول ولا ما فيها، لكن بيوريك انه المنطقه دي فيها حوض رسوبي ولا ما فيها. وممكن مع الجيوفيزيا احنا بنحدد اعماق الحوض الرسوبي، بعد ذلك بيجي المتخصصين الثانيين بيحددوا البترول. اما زي ما المثال اللي انت ضربته في السعوديه، فطبعا الريزرفوار فيها مشاكل كثيره جدا، خاصه المناطق اللي اتدقت منه بيكون في تكهفات اللي قدام بتعدي الى انهيار. نتمنى انه انت جاوبت على سؤالك يا دكتور مبارك. نعم، شكرا جزيلا. دكتور مبارك قال لك دخلتنا بحمد مركتنا بخوجلي، لا فيها ذهب لا فيها بترول، شنو هذا دكتور بدر الدين؟ لا 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 ذهب في بالمناسبه، بس انت وفرني اصلا زي ما دخلنا في شراكات مع سماس رديل. يا كلامي قلت لك لانه القصه بقت ثقافه السمسره، يعني المسؤول في 30 سنه فاتت كان عباره عن سمسر حقي، وين اي مستثمر يجي الى اخره. الكلام ده ما معناها انه سقطت يعني البشير مشى ولا بتاع، الكلام ده مشى، لسه في كلتشر قاعده ضاربه في جذورها، انت لازم تقدر يعني تعمل زجزاج معاه لحد ما تصل للحته الدائره. ما في يعني الراديكال تشينج هيحصل بين يوم وليله، الكلام ده هياخذ زمن. فاحنا كباحثين لازم نكون واعيين بانه التغيير هيكون بطيء وممل ومشاكلنا مقيمه، ونحن محتاجين نتحرك بصوره اسرع. فما نبقى سماسره، لكن نحاول نكون اذكياء في التعامل مع الامر الواقع وتعديله ونحن ماشيين معه، يعني جاكين معه كده ده يا اخي تصلح حد امشي في الطريق.
المطلوب ان شاء الله. فدكتور، الله ان شاء الله. دكتورة سارة، هل رجعتي؟ سارة؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة، تفضلي. سامعني؟ السلام عليكم. السلام السلام. عليكم، سامعني؟ مسموعة، ألو، تفضلي. سامعني؟ السلام عليكم. مسموع، تفضلي. دكتور أنور ودكتور بدر الدين، تقديم ممتاز كالعادة يعني في المحاضرات المسلسلة. وكالعادة برجع وبشكر أصحاب الفكرة الأولى للمنصة البنيات، الله يديهم العافية. فأنا عندي سؤالين يا دكتور بدر، بدي لو تسمح لي. السؤال الأول عن إنه تحقيق السلام كيف حيأثر في إنها متوفرة في دارفور تحديدا، وكان التنجيم عنها والحصول عليها كان صعب بسبب المنطقة دي. السؤال الثاني، الأثر البيئي للتعدين العشوائي مثلا أو كده. يعني إحنا عرفنا إنه مثلا التعدين بتاع الدهب الشمالية حصلت مشاكل لبعض المعدنين زي أمراض جلدية أو كده، أو أمراض تنفسية، حاجات زي دي. غير كده في الجبال كثرة الصخور وكده أدت في إنها جزء من دراستها كان هنا. الصوت اختفى كله. فدكتور بدر الدين، قدر سمعته من السؤال، هل ممكن تجاوبه؟ الو، النت ما عندنا هنا كعبه برا، سمعته؟ اي، سمعنا السؤال الاول، خليه يجاوب على السؤال الاول يا ساره. سمعت السؤال الاول مش كده؟ سمعت سؤالين انا، سؤالين سمعته ان شاء الله. تمام، خلاص خش الموضوع وبعد كده ممكن تيجي تكمل عليهم. طيب، كتر الخير يا دكتورة على المداخلة الجميلة. أما بالنسبة للسؤال الأول، اللي هي هل السلام بيتأثر كيف؟ والله هو بيأثر تأثير كبير جدا. حتى خلي كل الباحثين، فالمشكلة لما يكون المنطقة معرضة لحروبات، ده الباحث يقدر يشتغل، ده المواطن يقدر يشتغل، لا غيره يقدر يشتغل. أنا شخصيا نفذت مشروع في دارفور، الناس كلهم قالوا لي مستحيل تقدر تنفذ المشروع، بالفعل انا خاطرت ونفذت مشروع، لانه اصلا لازم نحاول نتواكب مع الوضع، وبالفعل والله تعرضنا لمشاكل كثيره جدا، حتى كان في واحد من المشاريع هنا تعرضنا لسلب جميع الاجهزه بتاعتنا. فالسلام بيأثر تأثير كبير جدا في الاستقرار، والاستقرار ان شاء الله بيؤدي الى دفعه كبيره جدا في تنفيذ المشروعات البحثية، خاصة في مناطق النزاعات، وحتى ممكن ننفذ مشروعات لتنمية المناطق المدمرة وتنمية الأهالي الضعفاء أيضا. فالسلام بيحقق إن شاء الله، وإيه نتمنى والله من هنا بنناشد كل الأخوة في منبر السلام إنه يحاولوا يحققوا لنا السلام بأسرع فرصة. إحنا والله يئسنا إنه كلنا مش باحثين برار، إحنا كمواطنين خلاص يسيبنا حاجة اسمه الحرب، يعني على الأقل خلي الناس تقدر تستمر لقدام. السؤال الثاني بالنسبة للآثار البيئية المترتبة على التعدين، في آثار بيئية. نعم، الناس شغالين الآن فقط همهم الأساسي إنه يجيبوا دخل، سواء كان الدولة أو المواطن. في الآثار البيئية ما في زول ينظر عليه حالياً إلا قلة من الباحثين. والآثار البيئية بالمناسبة ممكن تكون مدمرة لأثر طويل جدا لقدام. فأنا مرة بسأل المعدنين
انه يا اخي والله ما تستخدموا الزئبق باياديكم، يعني ممكن يضركم. حنعمل شنو يعني؟ احنا رجعانين لازم نستخدم. بالفعل في ناس اتضرروا والله. انا لقيت واحد بيستخدم الزئبق بيغسل بيده، الايادي اتاثرت وصلت لدرجه انه تشوف كانه مشوه، حصل فيه حروق يعني. غير كده في اثار بيئيه غير منظوره بالنسبه لنا، زي شنو؟ زي فضلات الزئبق، فضلات السيانيت دي بتمشي مع المويه، بتمشي مع المجاري بتاعت المياه عبر الشقوق والتراكيب الجيولوجيه والقطور، بينزل مع المويه في باطن الارض، بيجينا نسحبه من البير في باعتباره مياه شرب، نجي نستخدمه ثاني لمدى بعيد، هيعمل لنا سرطانات، هتعمل لنا فشل كلوي، هتعمل لنا مشاكل كثيره جدا جدا. غير كده الاثار البيئيه الثانيه، المناطق التعدين الان تلقى كله محفره، الحفر دي ما بتتردم، بتكون كلها مفتوحه، اول ما يجي الخريف بتتملي مويه، الماشيه والبشر لما يجوا ماشيين وهم ما عمل حسابه، فجاه حتلقى نفسك وقاعده في بير، اول ماشيه واحده يجي يلقى الشجره الخضراء يحاول انه ياكل من الشجره الخضراء، فجاه يقع في الحفره. يعني حسب دراساتنا لقينا مناطق كثيره تلقى الجمل وفي حفره بتاع التعدين ميت، فقط شاف له نبته خضراء حاول ياكل وقع. ده من ضمن الاثار البيئيه. صح زي ما قلتي الشماليه في اثار بيئيه كبيره جدا لاثار التعدين، منه السرطانات ومنه تشوهات في الايادي وتشوهات في الجسم وبعض الامراض الاخرى. والله هنا مين يناشد الدكتور مبارك انه والله عملوا لكم دراسه، واحنا بنساهم معاكم ايضا في دعم دراسه مشتركه للاثار السلبيه او الاثار الطبيه، الاثار الامراض الناتجه من التعديل الشوائي. هذا كلام جميل جدا، انه نشوف انه نحن اسي على الهواء مباشره، انه المعاهد والمراكز يعني بتبدا في انها تعمل لها حياه مشتركه وتوحد الجهود. ونحن زادنا معاكم، نحن ذات الباحثين السودانيين ده، بس ورونا بس قانون هواكم كيف نحن ممكن نساعد. ها انت قاعد تساعد توالي والله. الله يديك الصحه والعافيه حبيبي. طيب بروف عزت، بروف عزت الليله السلام عليكم. منور من بدري حاضر الليله انا. لا والله منور ما شاء الله، تفضل. السلام عليكم اخونا بدر الدين، يعني اخونا دكتور انور مبارك وجميع الحاضرين في الزوم والاخوان الحاضرين في فيسبوك. يعني الواحد سعيد جدا انه تتواصل مجهودات المبادرة الباحثين والمركز القومي للبحوث ويخلونا تحت دائرة الضوء زي ما بقولوا. الحقيقة يعني الواحد سعيد جدا انه يعني يستمع للكلام الجميل اللي قاله الاخ بدر الدين. وبعدين حكاية يخش بخوج اللي بيطلع بحمد دي يمكن عشان ما تحصل حقه يعني. وطبعا من زمان انه كنا بنعتمد على الصور الجويه والشغل بتاع الاستشعار عن بعد في الزراعه. بلدنا دي ما بلد زراعيه وبلد رعي وبلد يعني غابات وكده موارد طبيعيه. انا افتكر يعني ترسيخ ولا يعني يمكن الجهود بتاعت الاخوان، وهو ده شغل سطحي يمكن بتاع الزراعة والرعي والثروة الحيوانية ومصادر المياه والمشاكل المرتبطة بالتلوث، وين الحتات الصالحة للزراعة واستكشاف مناطق أخرى جديدة للمياه ومصادرها. أنا أفتكر يعني التركيز في الأريا دي أنا أفتكر بيكون يعني value added بالنسبة لأي إنسان عاوز يستثمر زراعيا، عاوز ينمي الثروات الحيوانية، عاوز يصلح البيئة بتاعت الغابات وكده. ومتابعة الحرائق دي حاجة كويسة جدا ذكرت بيها الأخ بدر الدين في اللي بتحصل في مثلا في حظيرة الدندير نتيجة يعني حكاية الشغل العشوائي بتاع تجميع العسل وحرق الأشجار والخلايا وبتاع، دائما بيحصل منه مشاكل بتاعت حرائق. كونه انه يكون في صور يعني ابديتد طوالي للموارد الطبيعيه وتور وين مراكز الخطر وين، ويكون في انذار مبكر على اساس الناس تتصرف بسرعه اذا حصل حريق في حته ما كده. فانا اتخيل الحته دي بتكون مفيده جدا للصور الجويه والاستشعار عن بعد،
وكذا. بالنسبة للحكاية التطبيقات بتاعت اللي هي عشان تدي بيرميت لشغل، قبل كان ذكر دكتور أنور مثلا إنه يكون عندكم مثلا السيف إنه الحتة دي يعني صالحة لبنى سد أو لكده زي ده، يعني هل في مجرى بتاع أو في مرمى بتاع زلزال، فدي برضو كلها حاجات مهمة برضو الناس ممكن يعني تركز فيها قدام. لكن هنا بيحضرني إنه في تعدد منافس كثير، يعني مثلا البنى في دراسات الجدوى دي بتاعت البناء والطرق، ده فكر في اداره بتاعت ابحاث بناء وطرق في جامعه الخرطوم، وفي معارف مواصفات ومقاييس، وفي ناس ابحاث البيئه، مش البيئه اسمه ده المركز المجلس مجلس البيئه اللي هو موارد طبيعيه، برضه بيهتم بدراسات الجدوى البيئيه. الحته دي كلها ما مربوطه مع بعض وما في تنسيق ما بيناتهم، فاذا كان الناس يعني حتى يعني تشتغل على اساس انه يعني تعمل دراسات جدوى لكل الاشياء دي، انا افتكر توحيد المنافس بيكون مهم. يعني ممكن يا بروف عزت، نعم. ممكن الناس دكتور بدر الدين يعملوا مبادره بانه يعملوا نافذه موحده للناس الباقيين ديل كلهم، تكون برعايه الهيئه استشعار عن بعد وكده، فبالتالي بيجي بيجي ناس المواصفات هنا بيخشوا ويقول لك يعني ده ما شغلهم وكده. لا ما في مشكله، عن قصدي انه يعني تكون بطريقه ظريفه ولطيفه، يا اخوانا تعالوا احنا نعمل لكم نافذه موحده، نوحد جهودنا كلنا ويكون الايراد بتاعنا كل واحد كل زول ياخذ قروش، ما في مشكله. فانا قصدي لو الزول بادر ممكن تكون انت في موقف افضل مما تقعد تستنى يجيبوا لك القرار، مش كده؟ صحيح. بعدين حكايه التكلفه الماليه، مرات يعني دائما الناس بتاعنا المصانع او التعدين الاهلي ديل طبعا هي لازم يعملوا دراسه جدوى في الاول قبل ما يدوهم التصريح، فمرات بيهربوا بالحته يعني يقول لك في تكلفه عاليه جدا لما دراسات الجدوى تتعمل وكده، فهم ما بيشتغلوا بالحاجه دي وهم بيشتغلوا يعني برا او تحت التيبل يعني وكده. فبرضه حكايه التكلفه دي الناس تاخذها في الحسبان، وانها ما تكون مبالغه على اساس انه ما تهرب الناس اللي دارين يشتغلوا في المشاريع دي، انه يعني تكون بارير او عائق انه يستفيدوا من المراكز البحث في انها تبحث ليهم ويقتنعوا بكلامهم ويشتغلوا معاهم. انا افتكر الحته دي برضه دايره شغل يعني. Yeah. شكرا جزيلا يا بروف عزت، انا هعمل شير الاسكرين مره ثانيه يا دكتور بدر الدين في صوره جات حايمه. ممكن تفضل. عندي رد بسيط يا بروف عزت. تفضل. جزاك الله الف خير، انا شايفك زي ما قال من الاوائل الدبروا وانتظروا ما تنشنت من قطعات الانترنت، كثر خيرك كثير يا بروف، وانتوا زي ما قال خدوتنا وهنا على دربكم سايرون ان شاء الله. كلام كويس. بالنسبه لعندك استخدام صور الاقمار الصناعيه في الحرائق، احنا حاليا عندنا اكثر من مشروع شغالين بنحدد المناطق اللي ممكن تتعرض لحرائق، حتى نقدر نعمل انذار مبكر للناس قبل ما تحصل الحريق. وجربنا الفكره دي في محميه البندر وطلعنا مابس كان جميله جدا، وايضا في شمال كردفان في عمل كويس جدا، اخونا محمد اشتغل في الجانب ده، وحتى الان مشاريع مستمره ان شاء الله، وهنقلل ان شاء الله من الحرائق باستخدام الطاقانات الفضاء والاستشاره عن بعد. ايضا احنا قبل نسيت ما ذكرتها انه اشير انه المشاكل الطبيه، ايضا احنا في عندنا زميلتنا تقنيه عملت بحث انتجريشن بين الريموت سنسنج والامراض خاصة مرض السرطان، وحدد المناطق الانتشار في جبال النوبة، مناطق انتشار مرض السرطان في جبال النوبة، فكان بحث جميل جدا، وهي انديكيتور للانتجريشن بتاعت الجانب الصحي مع الاستشارة عن بعد. الاستشارة عن بعد خاشع أو داعم لكل المؤسسات ولكل العلوم الأخرى. أيضا في جانب التعليم احنا والله نتمنى إنه يكون في عمل مشترك مع كل المؤسسات. كلامك كويس جدا يا دكتور انور، احنا بنرحب بانه والله نجمع كل الناس
لكن للاسف احنا في السودان عندنا مشكله بتاعت استعلاء، تمشي لزول تقول له والله تعالوا معانا، يقول لك انت منو؟ انا وزاره، انت هيئه صغيرونا داير انا اجيك عشان ايه؟ لكن احنا قدرنا نتحايل على الجانب ده، قمنا مشي لهم كده، نمشي ونقول له والله يلا نعمل مشترك معاكم بكل الصور، انت تستفيد ونحن نستفيد. بالضبط. واصلا ما انا حاول نوديهم في الجانب ده وان شاء الله يعني، ولا داخل لك سمسار في النص بيكمل لك الشغل. والله بجد احنا عندنا في الحقيقه عندنا شراكات كبيره جدا مع المؤسسات، بالذات وزاره الزراعه والمجلس المجلس الاعلى للبيئه، اشتغلنا معاهم شغل كبير جدا وشغل جميل جدا، ومع هيئه الابحاث الجيولوجيه الشراكه قديمه جدا وعمل سر، احنا بنعمل باعتبارنا احنا اصدقاء وزملاء من المؤسسات، ونتمنى انه اي جهه حاليه دار يكون جسم خاصه بالكوارث، احنا كهيئه الاستشاره عن بعد بالصدر الرحب بنقدم كل المعلومات وبنشارك في تنفيذ كل المهام، واكيد حيلقونا هنا هنقدم لهم معلومات كبيره جدا ان شاء الله. طيب في اعتقد كليه ولا قسم بتاع اداره كوارث في جامعه الرباط الوطني، هل عندكم معاهم تعاون ولا كده؟ ايوه نعم، هو طبعا الجسم الاعلى اللي مسؤول من الكوارث ثم ناس الدفاع المدني، وناس الدفاع المدني كتر خيرهم وهم كانوا بيستعينوا بينا في اي حاجه، دربنا لهم ناس في الاستشاره بورد والجي اي اس، واحنا كنا معاهم شراكه في اللجنه العليا لدرء الكوارث والتدخل السريع، وكنا معاهم في كل صغيره وكبيره، وايضا ناس باسم الكوارث برضو احنا عندنا بعض الباحثين بيدرسوا معاهم يعني، وبيجينا طلبه منهم بيتدربوا معانا وبيكملوا بحوثهم وانتجوا بحوث، وفي ناس خلصوا من هناك وجوا عملوا ماجستير معانا الاستشاره عن بعد باي كورس. احنا في تعاون كويس جدا، ونتمنى انه المرحله الجايه الناس تنفتح لبعض ونخلي حكايه حقي وحقه والناس تشتغل للسودان ان شاء الله. بالضبط، هو بيهمنا احنا نهضه السودان ككل يعني، دي كل ده الاساس بتاع كل الانشطه التطوعيه والبتاع اللي بنعملها دي، اللي هو نهضه البلد يعني ان شاء الله. طيب في صورة في شفتها في واتساب قبل يومين ثلاثة، الصورة دي بتاعت حبيبنا دروب، أنا من بور سودان ذاتي، شايل له صخرة قالوا إنها والله دي حاجة تشبه الذهب لكن ما ذهب. جاتك الصورة دي شفتها؟ والله للأسف ما شفت الصورة دي، لكن شفت الصور متشابهة لي يعني، في أيوة. شمالية طلوا حجم كبير حوالي ربع او نصف الكتله الشايله الشاب ده بنفس الصفاء، كان ذهب خالص، ذهب في الشماليه كان؟ ايوه من الشماليه، كتله حوالي ربع او نصف الكتله الشايله الشاب ده من الشماليه، ذهب طيور صافي مطلعينه من الصحراء، ده طبعا بيكون في اعماق بنقول المعدنين الاهليين باجهزه طبعا سلسلته كثيره جدا وشرحه كثير، موجود كميات كبيره جدا من الذهب ممكن تلقاه كتل كبيره، وحسب الصوره اللي انا شايفه ما بقدر بحدد 100% انه يكون ذهب، لانه في معادن هي ما ذهب شبيهه للذهب، قالوا صخور تشبه الذهب، في معادن شبيهه للذهب، في حاجه اسمه الشالكو بايرايت بيسموه الذهب الكاذب، وفي البايرايت دي كلها شبيهه للذهب، لكن انت اذا لقيت حاجه زي دي ما تقدر ده اللي بيجي يجيبوه في الشيله يا دكتور، لما تكون في شيء اللي شفته في ابو بار تقيل تعرف ده بس يا هوزات الذهب ده. والله السودان بالمناسبه غني جدا بالذهب، ما تشوفوه كده، لكن احنا كمان ما دايرين نستخدم الذهب والاثار وننسى الاثار، لازم نخلي جزء للاثار السلبيه، وكمان ندي الباحثين برضه يفتشوا لنا حلول للاثار السلبيه، ما بنوقف الحاجه، ما نوقف التعديل وما نطرد الاحالي، لكن نخصص جزء للبحوث وحلول للكوارث اللي بتجي من انتاج الذهب. تمام، لو في اي واحد من الزملاء هنا ده شايفه رحبوا بدكتور اسيا، دكتور اسيا بس درمون ده على اسيا. ايوه فتحنا لك المايك يا دكتور اسيا، ممكن تتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور بدر الدين على المحاضرة القيمة، طبعا أنا ما دخلت من البداية
نشكر على المعارضة القيمة اللي قدمها، بس كان عندي يعني حاجة صغيرونة كده. أنا أصلاً بشتغل في معهد أبحاث الفضاء والطيران اللي هو تابع برضو للمركز القومي للبحوث، فعندي سؤال صغيروني. هو بيتكلم دائماً عن تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الفضاء في شغلهم يعني. فنحن عندنا في المعهد مشاريع ممكن يستفيد منها هيئة الاستشعار من بعد، إنهم هم يشتغلوا يعني بعض الحاجات. يعني مثلاً عندنا مشروع الطيارة دون طيار، عندنا مشروع القمر الصناعي كبير إسراس أطوان. هي المشاريع دي واحدة من الميشنز بتاعتنا إن هي تاخد صور بالنسبة للأرض. فهي بالذات مشروع اليو اي بي أو طائر مدار طيار، هو ممكن يديك صورة قريبة بكواليتي عالية. أنت ممكن تعرف إنه النبات هل هو هيلثي ما هيلثي، الحاجات الحاصلة فيه شو. فليش لا إنه يكون في مثلاً تعاون مشترك داخلي ما بين المشاريع القائمة حالياً في معهد أبحاث الفضاء والطيران وهيئة الاستشعار من بعد. دي المداخلة بتاعتي اللي كنت عايزة، لأنه هو أنا دائماً يعني أثناء ما هو هسي أثناء البرزنتيشن هو شغال يقول يعني إنه بيستخدموا الصور الجاية من الأقمار الاصطناعية، وغالباً هي الكواليتي بتاعتها ما بتكون عالية لأنه هي دائماً بتكون مجانية. فليش لا إنه نحن كسودانيز يكون عندنا يعني نحن هسي في معهد أبحاث الفضاء والطيران عندنا مشاريع ممكن نجيب صور وقريبة والكواليتي بتاعتها عالية وهم ممكن يستفيدوا منها. ممتاز جداً. ها للمرة الثانية يعني جزء ثاني من المركز القومي للبحوث هيتعاون مع جزء ثالث من المركز القومي للبحوث. احنا سعيدين دكتور بدر الدين، رايك شنو؟ شكرا جزيلا يا دكتوره، والله يا مرحبا بك يا دكتور بدر الدين. انا سعيد بحضورك مؤخرا. احنا كويس انك ما جيتي في البدايه، لانك لو جيت في البدايه هتتنشن. انا صراحه من النت تنشنت في البدايه، ولكن نتمنى انه في المحاضرات الجايه نقدر نوفر انترنت كويس عشان نقدر نقدم للناس محاضره كامله وطريقه كويسه ان شاء الله. وكلامي كويس جدا. انا ذكرت لما جيت في الاقسام اننا قسم بتاع تقانات الفضاء، وذكرت انه والله القسم ده احنا قاعدين له مستقبل وقاعدين له برنامج مشترك مع اخوتنا في الفضاء، وان شاء الله لو البرنامج نجح هتكون شغل مع مباشر مع بعض، وهنقدر نطور القسم بتاعنا ونستفيد من الداتا حقكم والتقانات اللي عندكم، وانتم هتستفيدوا من التمويل المشاريع اللي عندنا ونكمل بعض. اصلا دائما الفضاء والاستشاره مكملات لبعض، وان شاء الله احنا في هيئه مركز قومي واحد. وقعدت انا والله مع استاذ ياسر ومع بروف معتمان، وحنقعد كثير ان شاء الله، وحين في النهايه حنكمل بعضنا لبعض ان شاء الله. تمام، شكرا لك على المداخله. شكرا. طيب دكتوره بروف زينب موجودة معانا؟ بروف زينب ما تكون مشغولة ولا كده؟ سلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا دكتور أنور، الله يسلمك. السلام ورحمة الله، الله يكرمك. إن شاء الله بخير الحمد لله. بروف زينب شكله إنه مشاكل يعني أوفر أند أوفر بتجي راجعة، يعني بصورة كونسيستنت كده في كل لقاء نفس الناس أندر فاندد، والناس ما عندهم الناس الكادر الكافي لانه يقضوا الشغل بتاعهم، ودائما بيكونوا سبجكت لانه مستنيين الديسيجن تجيهم من حتات ثانيه. هل من اول يوم بدينا احنا اللقاءات بتاعتنا لحد ياسي حصل اي انفراجة؟ صح. لحظه بس انا اكتب. تمام. ايوه سوري يا دكتور انور. ولا يهمك. السؤال ثاني، من اول يوم تلاقينا احنا تلاقينا اول لقاء السلسلة دي كان قبل خميسين، السداء ده في أسبوعين. هل في خلال أسبوعين دي حصل أي بروجرس مع التعليم العالي؟ حصل أي بروجرس في أي واحدة من المباني بالنسبة للفند؟ الفند مثلا واحد. أيوة والله طبعا أكيد لا، يمكن لأسباب كثيرة. يعني من ضمن أول حاجة طبعا زي ما قلت لك نحن يعني ما خلاص بيجي بعد كده، ده زمان كنا بناخد الفند بتاعنا مباشره من وزاره الماليه،
لكن هسه بقينا نحن يعني تحت التعليم العالي بننافس زينا زي الجامعات يعني. ويعني فالحاجه اللي حصلت انه نحن قدمنا لمشاريع معلش انا بس لانه كنت شغاله لي في حاجه دقائق بس معلش انا اسف جدا هجمناك يا برو. لا لا, لا 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 ما في مشكله بس الصوت عشان نعم قفلت نعم. الصوت ايوه. فكنا فشنو يعني الحاجه اللي حصلت انه نحن قدمنا يعني لمشاريع اول حاجه على اساس انه تمول، قدمنا برضو لبرامج بتاعه بنى تحتيه وقدمنا لاجهزه. والمره دي صراحه لانه عارفين الفند ما يعني ما اصلا ما حيكون كتير، فقمنا من البدايه عملنا بلانز. مثلا بالنسبه للاجهزه قررنا انه نشتري بعد كده الاجهزه المهمه اللي بتخليك تقدر تنشر في مجلات يعني متميزه وكده، يعني مجلات تمام يعني ناس بتاعت ناس ال سي بي اي وبتاعت ناس سبرينجر على الاقل كده يعني. فوجهنا المعاهد على اساس انه مثلا المره دي نقوم نوجه الفند لناس الميديكال، للناس الشغالين مثلا طب المناطق الحاره زي هيئه التقانة الحيويه، يقوموا يورونا اجهزه مهمه شديد بتخليهم يشتغلوا افكتيفلي يعني. ونجيب السنه اللي بعدها نشوف ثاني محدين ثلاثه ممكن زي ايوه زي الناس النباتات الطبيه والعطريه يعني ثلاثه معاهد نشوف كله مع كم واحد ممكن يشتغلوا مع بعض وجهاز يعني زي يكون عندنا شنو سنتر اللاب فيه الاجهزه المهمه الضخمه مثلا زي الدي ان اي يعني سيكوينسر يعني الحاجات زي دي يعني. ففعلا قدمنا كده واسا الحاجه ظهرت لنا انه بس في تمويل للاجهزه ادونا حوالي 20 مليون اللي هي actually is nothing يعني. فما عارفين هل حتجيب لنا، نحن قدمنا لثلاثة أجهزة ما عارفين هل حتجيب لنا جهاز ولا ما حتجيب يعني. ف we have to check تاني الشركات عشان نشوف اللي بيحصل شنو. المشاريع لسه الشغل ماشي فيها وأنا بتوقع إنه لغاية آخر السنة كده حتى حنعرف. فكده برضو الناس تنتبه لأنه الزمن البضيع يعني، أنت تقدم بداية السنة وتقعد سنة كاملة لما الفن يعني to be approved، فده برضو waste للزمن يعني. الغريب انا الليله كان عندي يعني مشيت كده لوكيل التعليم العالي يعني كنوع من زي ما بيقولوا الاستشراف يعني، انه البلانز بتاعتكم شنو، انا عندي باحثين وحاول احسنوا المرتبات ويلين يشتغلوا حيقدموا لي مشاريع في جزء يعني will be funded جزء نو. فهل ديل نخليهم قاعدين ساي؟ لانه المفروض يكون في بيزك فند كده انت تمشي به يعني. فكانوا بيتكلموا عن انه قد تكون في مشاريع قوميه كده يعني. المهم انه انا حسيت انه ما في رؤيه واضحه، ما في شيء واضح يعني مخطوط. نحن قمنا عملنا حاجه ثانيه اللي هو عملنا اداره العلاقات الخارجيه دي، عملناها اداره منفصله يعني قائمه بذاتها وتابعه للمدير مباشره، وجبنا لها زول يعني ان شاء الله حتلاقيه يعني برضو دكتور الطيب ده زول درس في المانيا ويعني هو ما شاء الله اكتف جدا في التقديم والتمويل لمشاريع انترناشونال، وعنده داتا بيز يعني رهيبه جدا. فخدتناه على راس الاداره دي وهو مسؤول برضه من الانترناشونال جرانتس، عملنا ديبارتمنت بتاع جرانتس. فاسي هو كل يوم شغال ايوه بيرسل الكولز. وبرضه انا كويس انه المدراء قاعدين يعني عايز اشتكي شويه لانهم دايما بيشتكوا انا كمان عندي الشغل يعني برضه لاول مره يعني نحن شغالين ايوه. الكولز دي الناس ما تجاوبت معاها الا برضه اضطرينا نحن نتدخل يعني، الا قمنا قلت له انت يا دكتور طيب حدد لي مثلا الكول ده ممكن يستفيد منه يا تمحد. فبقينا نجيب المعاهد دي نقول لمدير المعهد جيب ناسك يعني في التخصصات دي ونجي ونقعد معاهم ونشرح لهم البروسيس واكتبوا يا جماعه وانا والطيب يعني بنراجع لكم وكده، فعشان تبوش الناس يقدموا لانه الناس انتميديت كده حتى ما بيفتحوا مرات الكول يقروه يعني ولا بيناقشوا مع باحثينهم يعني. وانا بالنسبه لي ذس از فيري باد يعني صراحه ومزعجني شديد يعني. فاضطرينا نعمل كده برضه انا مقدره انه الناس يمكن تكون خايفه ودي اكسبيرينس يعني جديده بالنسبه لي لانه عدد الباحثين الكده اكسبوز للانترناشونال يعني كوميونتي وبيقدموا صراحه قلال ما كتار يعني. فعايزين نحن اكبر عدد برضو يقدم ودي برضو بتكون كويسه لانه انت حتقدم وحتدخل في شراكه مثلا جامعه كامبريدج يعني عندها كول مخصص لافريكا
ويعني ولما تعمل كوميونيكيشن معاهم مرات سهل جدا انك انت يعني تلقى حاجه يعني. فدي كلها بلانز عشان احنا نحل بالمشاكل تحت الاندر فندنج يعني, انه نحن ما لاقين يعني تمويل كافي, ولسه عندنا خطه ثانيه مشينا برضو وزاره الماليه لقينا ناس التمويل الخارجي اللي كده مبدئي اللي هي دي كل المشاريع بتجي تصوب, واتفقنا مع الوكيله انه نحن طوالي نقدم لهم مشاريع على اساس انه متى ما جاء واحد من الدونرز ويعني يكونوا جاهزين ايوه يكون البروجكت جاهز مربطين بجاي مع الاتحاد الاوروبي, حنلاقيهم ان شاء الله خلال بعد يعني ما ننزل بصوره يعني كامله. برضو اوريدي بدينا يعني زي ما بيقولوا اوريدي وي اورجنايزد يعني ميتنج معاهم, حيكون بعد ما ننزل يعني بصوره كويسه يعني كامله. ايضا البنك الدولي وي ار جوين برضو يعني تو كوميونيكيت مع البنك الدولي, فقلنا احسن نحن برانا يعني برانا نعمل حاجاتنا يعني. يفترض يعني انه انتوا اصلكم براكم ما في راسكم في زول يعني قرر لكم تعملوا شنو, بس يا هو الظروف والقصه بتاعت انه تكونوا تتبع لحته ثانيه مختلفه. ايوه وبعدين يعني التعليم العالي ذاته المفروض يكون عنده فيجن يعني لمراكز البحوث يعني, وانا لغايه هسه دي ما ظهر لي يعني, يعني صراحه ما ظهر لي شنو رؤيتهم يعني. اي زول انت جيت لمؤسسه بتجي برؤيه والله يعني احنا برضو ما ظهر لنا رؤاهم في حاجات يعني فيجن ثانيه ذات صله من ضمنها التعليم الالكتروني, التحول للتعليم الالكتروني هسي والناس متضرره الطلاب وكده. في حاجات كثيره, في مشاكل كثيره جدا, اعتقد انه نود الناس الاوتونومي في ديسيجن ميكينج في الموفمنت, الناس دي كان بيرفورم واي بيتر. نستنى اجتماع مع وزيره ولا وكيل يعني وانس ان وايل وما نقدر نعمل حاجه يعني, مش كده؟ هاي ايوه بالضبط كده. نعم. فعشان كده يعني انا بفتكر انه نحن لازم يعني زي اغلب الباحثين اللي انت شفتهم برا امس في اللغة بتاع الدكتور مبارك كنت بتتكلم عن انه في بروفيسور بيقدر تهير, بتقدر تهير لو انت مباشرة عندك الفند لو اندبندنت. نعم. ودي نحن عملناه في جنوب افريقيا يعني 3 سنوات في جنوب افريقيا, كنا انا والبروف يعني الاثنين الكبار يعني, وعندنا التمويل وكده. فيعني كنا بنجيب الطلبة ونديهم منحة اللي هي بي اتش دي بوزيشن لمدة 3 سنوات يعني, وأسه الحمد لله ما شاء الله طلبتنا كلهم everywhere في ساوث أفريقيا, they got position permanent يعني في الجامعات ومراكز البحوث. وأنا يعني سعيدة برضو تكون أكون طوالكم يعني عندي communication معاهم وشغل وكده يعني. فللأسف هنا في السودان دي هل حاجة الباحثين المفروض يفهموها يعني. هنا الناس تعودت تقعد وإنه الحكومة تديهم وهم يشتغلوا بلو بروفايل يعني, فإنت عايز تنفض ده كله يعني. صحيح. يعني حتى زول تقول له يا أخي ده فند جاك تمويل شوفه أدخل يعني, وحتى نحن قلنا لهم يعني ما تفتكروا إنه بمجرد ما تقدم حتنجح, لكن you have to fail so many times, the learning process practice يعني بتعرف يعني كل مرة تقدم وتفشل وممكن تكتب لزول يقول لك أنا زولته ما عايز تكولابوريت مع زول من أفريقيا. صحيح. لكن في النهايه بتلقى زول يعني, دي كلها قصص لانه انا حصلت لي يعني, لكن في النهايه بلقى بارتنر. يعني كلام ممتاز جدا يا بروف والله, وزول بيقدم وبتتبادل معاهم الطلبه وهكذا. انا مبسوط جدا بمستوى الشفافيه يعني. ايوه الشفافيه والشجاعه يعني صراحه كده يا بروف يعني احنا شفنا كثير جدا من الناس اللي بيكونوا مسؤولين, الواحد لما تزالوا بيقعد يقول لك كلام الخير والإيمان وظريف وكيوت كده وبتاع, وانت عارف ان الدنيا مدمرة بوراه يعني. فنشكرك جدا, نشكرك جدا على الانفتاح والصراحة والشفافية, واي حاجة محتاجين لها نحن ممكن نساعد فيها ككوميونيتي بتاع ريسيرشرز, ورونا نحن جاهزين طوالي. بروفيسور الطيب اللي هو المسك العلاقات الخارجية اللي عندكم, انا اتمنى انه في اقرب فرصة اتواصل معه عشان نشوف how can we help يعني. لو كان في والله هو عنده فكرة يقدم يعني محاضرة طوالي ايوه يعني, وان شاء الله نحن يعني حنخليه يعني. انا كنت دائما بقول له يعني ممكن ننتظر شويه عشان نقول والله المركز قدم للفند ده وده وده. فخلال الايام اللي فاتت دي لغايه امس انا وهو كنا فيري اكتيف يعني, سوري فيري بيزي يعني, بنلاقي المعاهد يعني لقينا المعاهد ما حد حسب الكول. هو بيقول لي انه الكول ده ينفع لزول كده كده كده, بنكلم مدير المعهد ونقول له تعال ويجي هنا نلاقيه ونشرح له
انه يا اخي وكيف الناس تقدم وبياتوا طريقه وان احنا حنراجع وهكذا يعني. فانا برضو اتمنى انه المدراء الاصحي حاضرين وبيسمعوا ينفعلوا لنا مع الحاجه دي يا جماعه، لانه ما في البحث ده عذاب وتعب ولازم تتبذل مجهود، مش حاجه تجي واقعه من السماء. غير كده لازم الناس يكون طموحها اكبر. انت ما عايز يعني، انا 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 ما بنافس هنا زول في السودان، انا بنافس ناس برا انترناشونال، فلازم ابقى اصل للمستوى بتاعهم يعني. فدي برضو عايزه مجهود يعني، يعني ما انت تقوم تقدم التقديم بتاع الوزاره ده وتعتمد عليه، عمرنا ما اعتمدنا عليه يعني، ولا حتى لما كان وزاره الماليه بتديك مباشره يعني، ويجي المركز ويقعد ويقسمها ويبحث يكون عنده مشروع، السل نحن ما كنا معتمدين على ده يعني. اصلك ما بتقدر تعتمد على ده، بيزك فند نحن بنسميه، انت بس بتمشي بحالك يعني. لكن لازم تتارجت الانترناشونال فند، لازم تطلع من السودان ده على وش العالم يعني، الناس تعرفك، تجدد النوليد، تزاد فيها تجديد للنوليد، والا هنا حتكون قاعد يعني تجتر لك يعني افكار توديك anywhere يعني. فعشان كده يعني نحن نتمنى انه الباحثين يقروا، انا دائما بقول لهم يعني every day you have to read an article على الاقل، عشان تعرف انت واقف وين، العالم مشى وين، وانت where you are يعني، وحتلحق الناس دي كيف، وتكون عندك البلانز بتاعتك وكده. فنتمنى انه يعني الساده المدراء هم ذاتهم يعني، يعني المراكز البحوث والانستتيوشنز دي ما محتاجه المدير، ما مانجر از ليدر يعني، لازم هو يقوم بالدور ده، هو تبوش ناس وزي ما ناس عم ببوش فيهم وكده يعني. فده دور اي مدير، دوره الاساسي يعني، مش حاجه زياده بيعملها، لكن ده دورك الاساسي. فانا برضو اتمنى انه الناس يعني تفهم الحته دي وتكون عندها روح جديده وعايزه بجد تبقى something يعني، مش نقعد ننافس في السودان المبي ودينا anywhere. الله كتر يعني خيرك يا بروف يعني. يعني قصدي نعم نعم نعم، مفهوم تماما الكلام يعني، ما في اي روم بتاع التاويل لغير القصد المطلوب. ف كتر خيرك يا بروف، شكلنا احنا مرقناك من ويبينار ثاني ولا كونفرنس ثاني ولا بتاع، فشكرا لك كثير. شكرا يا الله يديك العافيه، الله يكرمك انور ولكل الناس، شكرا على صبرك يعني. طبعا انا من قبل متابعاكم، واحده من الحاجات اللي برضه كنت شغاله فيها يمكن تكون عندك معرفه بها، طبعا احنا هنا عندنا مشكله في الانترنت وكده صحيح، وبرضه مشينا الوزاره قاعد بتحلها يعني ما عارفين نحلها كيف، الا الناس تقوم تشتري. احنا هسه غير مشاهدين، احنا شاهدين يا بروف زينب، هسه شاهدين ومراقبين هسه يعني، خلال اسبوعين قاعدين بلاقيهم كل يومين ثلاثه وشايفين الاستراجل والمشاكل بتاعكم مع الانترنت. لما انت بتمشي لزول تقول له حل لي المشكله، بيقول لك والله بحلها. احنا ما هم ده شاهدين وشايفين، ايوه والله. فانا الحاجه اللي كنت شغاله فيها قبل شويه دي انه انا يعني في مشروع يعني اللي هو افريقي اوروبي، المشروع ده فيه سب جروب يعني، فمن ضمنها لقيت زول من جامعه الدول العربيه، هو عملوا حاجه اسمها افريكا كونكت 3 يعني، افريكا كونكت. نعم. ده مشروع ضخم ممول للاتحاد الاوروبي. نعم. ولما يعني دخلت فرسلنا البروشور بتاعه، ولما دخلنا في الويب سايت فلقيت يعني اصلا هو موجه للإدوكيشن ومراكز البحوث، ولقيت دول زي زامبيا ونيجيريا وايجيبت مستفيدين منه شديد يعني. فطوالي قمت كتبت له وقلت له يعني تورينا، طبعا احنا تلاقينا في زوم ميتنج زي ده كده، كان يوم 2/7 يعني، مع اكثر من 50 زول يعني مشتركين في المشروع ده. فطلبت طوالي منه، فانا شوف رده شنو يعني، انه نحن كيف السودان ممكن نستفيد. قلت له نحن مركز قومي وعندنا كم انستيتيوت وكده، وعايزين نعرف نحن كمان نقدر نستفيد كيف، لانه هو بيقول انه الانترنت بتكون قويه وهم بيقدموا الخدمه دي يعني للدول. نعم. يعني فنشوف برضه اللي بيحصل شنو يعني. نعم كتر خيرك، وان شاء الله ربنا يوفقكم يعني في المشروع ده والمشاريع الثانيه وكل التمويل والى اخره. دكتور بدر الدين نديك كلوزنج صوت. شكرا لك يا بروف. كلوزنج صوت كده على اساس انه احنا عدينا الساعتين هسه حاليا. شكرا جزيلا دكتور انور، وشكرا بروف زينب على المداخله. وانا احب انه اطمئن بروف زينب يعني انه والله الباحثين هم ما قاصدين انه كاسلوا اول مدراء، لكن الظروف الحجر الحاصل في البلاد الناس كلها ما كانت متوقعه،
انه حنتحصر للفتره الطويله دي. لو كنا عارفين كان اي زول اشترى له كونكت، اي زول حاول عمل له شريحه بتاع الداتا عشان نقدر نواصل، فتفاجئنا بالفتره الطويله بتاعت الحظر، وانها اي حته تمشي عشان تشتري لك كونكت والشري ما تلقى. الباحثين والله هم حريصين انهم يشتغلوا وباقيين متواصلين معاهم. مثال واحد، الله في واحد انا معي باحث نشيط جدا والله، لما اقول له تعال في حاجه نشتغله بشحط له عربيه او باجر له عربيه بيجيني في البيت، لكن بعكسنا الانترنت وبعكسنا الحياه. ولكن ان شاء الله بعد الناس هتنزل وهتستمر في الشغل، وان شاء الله هتطمئن انك تفرحي تكوني فخوره وباحثينك جميعا ان شاء الله. وشكرا جزيلا لبروف انور ولدكتور انور وجبيل. بس في حاجه بسيطه، واحده من الاستاذات علقت قالت انتم بتستخدموا صور الاقمار الصناعيه اللي هي اللو ريزوليوشن، احنا ما كلها كده اللو، في حاجه الضروره فقط، بعد الضروره ما يقول عندنا قروش، ما يقول عندنا تمويل، بنستخدم عشان ما انا وسائل بنستخدم الفري، لكن احنا بنستخدم الهاي ريزوليوشن اقل من متر، بنستخدمه في كل المشاريع ان شاء الله. فكتر خير كثير، وانا ان شاء الله زي ما قال هنجيب كل رؤساء الاقسام ومدراء المشاريع هيكونوا معاك في محاضرات تفصيليه اكثر ان شاء الله. ممتاز. احنا عندنا واحد من المشرفين المتطوعين في مجموعه الباحثين السودانيين الاخ وفي عبد الله، هو عمل الماجستير في الاستشعار عن بعد في تركيا، وقدم رساله الماجستير بتاعته هنا في سيمينارات الباحثين السودانيين، وهو مساعد تدريس، هيترقى ان شاء الله لمحاضر في جامعه الفاشر، حاليا موجود في الجنينه. بكل اسف دخل مرتين لكن الانترنت برضو مشاكل الانترنت من السودان فما قدر يعني يواصل، لكن راح اقدمك له ان شاء الله دكتور بدر الدين على اساس انه يكون في تعاون مشترك ما بين المجموعه وما بين جامعه الفاشر وما بين المركز. كتر خيركم يا اخواننا في نهايه اللقاء ده، اقول لكم هلا بالخميس ان شاء الله، ربنا يسعدكم جميعا. ودائما ان شاء الله يعني المركز القومي ودوره في نهضه السودان وكلنا كمجتمع علمي وبحثي نكون متعاونين مع بعض وماشيين للامام. شكرا جزيلا لكم يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله في اللقاء القادم من لقاءات سلسله دور المركز القومي للبحوث في نهضه السودان. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.